حلوات، انا سميه حارب بيوتي بلوجر من الامارات دبي، وحياكم الله في قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون تكمله لسلسله افضل 6 منتجات من فئه معينه، وفئه اليوم اللي هي باليتات الاي شادو. حابه اني اشارككم بست باليتات هالفتره استخدمها وايد ومناسبتني. بس الجديد في هالفيديو انه كولابوريشن مع الجميله هي اتزيا. بحط لكم رابط قناتها تحت، وبعد بحط لكم رابط الفيديو مالها. بيكون الفيديو مالها بعد عن افضل 6 باليتات تستخدمها ومناسبتها. بس قبل ما تشوفون قناتها لازم اخبركم عن هاي الجميله. هي اتزيا من بنات المملكه العربيه السعوديه، واللي افتخر وايد بمعرفتها وصداقتها. تعرفت عليها طبعا عن طريق الانستغرام، واتابعها بعد على قناتها على اليوتيوب. ما شاء الله عليها، من البيوتي بلوجرز المميزات، وعلى فكرة قناتها بالعربي وبالانجليزي بعد، ودائما تنزل ريفيوات مفيدة عن الأشياء الجديدة، وأنا شخصيا وايد أستفيد منها، فأنصحكم أنكم تتابعونها. قبل ما أشارككم الست باليتات اللي عندي، حابة أخبركم عن نقطة معينة، إن هالباليتات كلها هاي إند. للأسف ما حصلت في الدراغ ستور باليتات بهذيك الجودة. جربت أنواع وايدة بس ما شفت إن لها جودة مثل الهاي إند. فإذا عندكم اقتراحات الباليتات شي حلوة ألوانها مركزة، بليز اكتبوا لي إياها في قسم التعليقات تحت. والحين تعالوا ياي أراويكم هالست باليتات. اول باليت، وايد وايد هاي الباليت استخدمها وتعيبني، لوراك برو، بس هذه 2 مو 1. اول شيء استخدمتها هذه، وعقب طلبت لوراك برو 1. وايد تفاجأت بجودة الاشادوهات. البيجمنتيشن مالها قوي، والحلو هذه الباليت، والحلو فيها ان سطر الدرجات مات او مطفية، والسطر الثاني الدرجات شمر او فيها لمعة. يعني فيها تنوع. جميلة هالباليت، صراحة ما استغني عنها، حتى اذا بسافر لازم اخذها وياي. كنت طالبتنها من وحدة من تاجرات الانستغرام. اما ثاني باليت فهي من سيجما. سيجما عندهم يمكن 4 أو 5 باليتات، انا حبيت اني اجرب هذه الباليت لان درجاتها تناسبني. جميلة درجاتها، وايد حلوة ومتنوعة ما بين الدرجات المطفية واللي فيها شمر. ثباتها بعد حلو، تندمج ويا بعض بطريقة حلوة. عيبتني صراحة، واتشاور اني اجرب باقي باليتاتهم بس يمكن ما بالحينة. من الباليتات اللي وايد احبها وكلها درجات مطفية هذه من تارت. جميلة هاي الباليت، شي درجاتها وايد حلوة وايد عملية. ساعات استخدمها بروحها اذا ابى لوك مطفي تماما، او ممكن ادخل وياها من باليت ثانية الوان شمر. مثل الزبدة، تندمج بسهولة بطريقة وايد حلوة، وثباتها بعد حلو. انصحكم فيها اللي تحب الاشادوهات المطفية لا تفوت هاي الباليت. وبعد من الباليتات المتنوعة هذه من سماش بوكس. واو هالباليت وايد جميلة. كنت مختنها من لندن، وما ادري اذا نزلت عندنا ولا لا، بس اللي تحب انها تتنوع بعد ودرجات تكون نيوترال او وورم هذه بتعيبها. وفيها ترى درجات الاندرتون مالها كول، يعني البنفسجي الازرق. وبعد ميزتها انها فيها درجات مطفية وفيها درجات شمر. وهذه الباليت بالذات تومين تستخدمين الاي شادوهات ولا جافة عادي، او ترشين الفرشاة مثلا فيكس بلاس وتستخدمينها وهي رطبة، بعد وايد 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 حلوة. والدرجات الشمر اذا تستخدمينها بفرشاة مبلولة، واو الشمر صدق يبرز، واللون بعد يبرز. انا قلت مثل ما قلت لكم خذتها من لندن من الساند سماش بوكس، واتمنى تنزل عندنا في سيفورا. هذه الباليت شوي بعد مختلفة لأنها فيها ألوان اللي هي شوغر بوب من تو فيس. حاب إن شوي أني أغير، يوم أبغى أدخل لون أو لونين مثل الأخضر، مثل الوردي البنفسجي، فأستخدم هذه من شوغر بوب. طبعا البيجمنتيشن مالها حلو، ومعروفة باليتات تو فيس بجودتها. هذه بعد كنت طالبتها من تاجرة على الانستغرام، وأتوقع أنها بتكون موجودة في سيفورا في ستاند تو فيس. واخر باليت نود دود من ذا بالم.
جميلة هالباليت، لأن بعد درجاتها متنوعة وتركيبتها متنوعة، وبشكل عام باليتات ذا بالم أنا وايد تعيبني، وهذه آخر باليت أنا خذتها من عندهم وأستخدمها وايد، فحبيت أشارككم فيها. وهذه كانت يا حلوات الست باليتات اللي حاليا استخدمها وعايبتني. ان شاء الله استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون اللايك والكومنت وبعد سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.